هلا 1.9 1.8 1.9 بس بيختلفوا بالزاويه او بيختلفوا بالزاويه بينهم. خلينا ناخذ 1.8 بالاول. 1.8 بعطيني اعطاني في عندي سلك بتحرك على سرعه، يعني هي السلك هذا السلك بتحرك بسرعه، والسرعه مقدارها بهذا الاتجاه في في سكيلر ولا فيكتور؟ هون فيكتور لازم يكون فيكتور. وعندي بي داخل الصفحه، وقديش قيمة بي بالحالة هاي؟ قيمة بي نص تسلا. إذا بي هون بيساوي 0.5 تسلا داخل بالصفحة. هل هذول الاثنين عمودين على بعض؟ نعم. لأنه هي عندي بي هيك وعندي في هيك. بده يتكون الآن فولتج، مظبوط؟ هلا الفولتج يا بيكون بهذا الاتجاه يا بهذا الاتجاه، كيف نعرف اتجاههم؟ أي يد؟ اليمنى للجنريتر، لأنه هذا جنريتر، كيف هذا عرفنا إنه جنريتر؟ ما فيش فيه كهرباء أصلاً، إيش فيه موجود؟ الحركة، الحركة مع الماجنت رح تولد فولتج، رح تولد فولتج بهذا السلك. إذا السؤال إذا عندي هاي 5 متر بالثانية 5 متر بير سكند ونص تسلا، والسلك طوله 1 متر، إيش القانون هلا اللي نستعمله هون؟ نستعمل قانون الجنريتر اللي هو E induced. E induced بتساوي V في D دوت N. هلا أخذنا أول شيء V في B، عندي V بتساوي 5 متر بالثانية مع 0.5 تسلا، وراح أضربها مثلا بالطول اللي هو قديش؟ 1 متر. إذا الفولتج هون E induced بتساوي 5.5، راح أعطيني 2.5 فولت. هلا بدنا نشوف اتجاه، هل هو بوزيتيف هون ونيجاتيف هون، ولا نيجاتيف هون بوزيتيف هون؟ خلينا نشوف. هاي الجنريتر اكشن، مظبوط. عندي الفلكس داخل بالصفحه، الحركه عندي بهذا الاتجاه، هي الحركه. اذا الالكتريكال وين راح يكون؟ سالب فوق. اتجاهه هيك، اذا اتجاهه هيك وين راح يكون البلس؟ موجب ماينس، لانه تذكروا الكونفنشن اللي حكينا عنه، اذا عندي هون فولتج سورس واذا هاي الاتجاه هيك معناه راح يكون هذا هيك وهذا هيك، عشان لما بحط ريزيستر الكرنت بمر بهذا الاتجاه مثل. هلا لاحظوا شغله، احنا عملنا الدوت برودكت في وبي، الكروس برودكت بين في وبي راح يكون ايش؟ فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. الفيكتور هذا شو اتجاهه راح يكون؟ وين راح يكون؟ عمودي. راح يكون عمودي على الصفحه اللي بتحتوي التنين. وين الصفحه اللي بتحتوي التنين؟ في عندي اتجاه هيك، هي هيك، واتجاه هيك. اذا هذا اللي بيحتوي مش هيك، اذا الفيكتور هذا وين راح يكون؟ عمودي عليه هيك، مظبوط؟ هذا اللي هون اتجاهه قديش الزاويه بينه وبين ال؟ لا هيك اتجاه زيرو. زيرو كوساين الزيرو، مش احنا الدوت برودكت، ايش يعني الدوت برودكت؟ كوساين الزيرو. كوساين الزيرو واحد. اذا شو الحاله اللي بكونش هذا واحد؟ لو كان هذا السلك مايل، زي ما ميلنا السلك قبل شوي، لو السلك هذا ميلته بزاويه 30 من هاي النقطه، بايش بدي اضرب؟ كوساين ال 30. قديش كوساين ال 30؟ جذر 3 في جذر 3 اللي هو 0.866. واضحه هي نفس الفكره. إذا هون مهم الدوت برودكت، لأنه إذا ميلت السلك، لو السلك هذا أنا ميلته من هون ما راح آخذ، أو بإمكانك تفكر فيها شو الإفكتيف ال اللي بيهمني. يعني هذا لما بميله هيك كأنه في له محصلة هون ومحصلة هون، ما بستفيد غير المحصلة اللي موجودة هون. مثال 1.9 بآخذ هاي. نعم ممكن نجيب لنا إياها زي الزواج؟